كابتن، الاربع اللي جاي رابطه الانديه هتبتدي، كاس الرابطه هتبتدي، والزمالك وقع مع فريق فاركو، فاركو وطلائع امبي، الجيش طلائع الجيش وسيراميكا، وسيراميكا والمحله، والمحله يعني مجموعه قويه جدا على فكره. ما بص، كاس الرابطه ده فرصه جميله قوي، اللي في عندك اللعيبه الدوليه موجودين طبعا مع المنتخب، عايزين بقى نشوف اللعيبه اللي ما بتلعبش تاخد فرص، اللعيبه الناشئين تلعب، نتفرج على، عايز اشوف سيف جعفر، عايز اشوف حمدي علاء، عايز اشوف حسام عبد المجيد، بيسو، اللعيبه انت الناشئين. عندك معظم الدفاع مش موجود في الزمالك. انا بقول لك، فلازم يبقى في فرصه جيده للعيبه اللي هي مش في الفورمه، لازم تخش فورمه، الماتشات دي تجهزهم، ونشوف مجموعه ناشئين على اساس بعد كده، بعد ما نخلص بطوله الامم هنقيم بقى، نشوف مين اللي ادى كويس، مين اللي يقدر يخش مع الفرقه. فبتعقد مش طيب. مهم فيها المكسب.